وجيه عندك كده يا وجيه تخضني. خشاف كان هيدلق كله. خلاص بقى ما تزعليش، اللي اتدلق بتاعي. لا خد انت المليان وانا هاخد النقص عشان خاطري. انت كده عاوز الاثنين. شفت العريس؟ ايوه شفت. وعجبك؟ يعني مش مشكله يعجبني انا، المهم ان هو عاجب عمتي. وانت بقى رايك فيه ايه؟ كويس، بس انا كنت فاكراه حاجه تانية خالص. فاكراه ايه يعني؟ شكل تاني، مش بيلبس نظاره وعينيه حلوه، بيلبس قميص كاروهات اصفر. عارف انا كنت متخيله شكل مين؟ شكل مين؟ شكلك. عارفه انا متخيل عروستي شكل مين؟ شكل مش هقولك كده. ماشي. ايه لا مفيش. كل. اتفضل. شكرا. وسياده المستشاره فين بالظبط؟ انا في محكمه باب الخان. جنبكم هنا؟ الحقيقه جنبنا. وحضرتك بتشتغل فين؟ انا صحافه برضو زي الاستاذ يحيى، بس مش في التحرير، في الارشيف. فين يا استاذ ابراهيم؟ في اخبار اليوم معانا. يعني حضرتك في اخبار اليوم؟ ايوه، قسم التحقيقات العسكريه والسياسيه. يحيى المنشاوي. يحيى المنشاوي، ايوه. طيب يا استاذ يحيى، ما احنا زملاء واهله قبل الجواز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتوا بيتكم ومطرحكم. اتفضل. يشرف مقدارك يا اخويا. هو احنا مش هنشوف العروسه ولا ايه؟ انا عارفه انها زي القمر وقمر 14. الدكتور مجدي قال لي انها زي القمر، مع ان الدكتور مجدي وش كسوف. لكن انا بقى اول سؤال سالته له قلت له احنا هننسب مين؟ اهلها مين؟ هي بنت مين؟ قال لي لا يا ماما لا، دول ناس ولاد اصول واكابر. وبصراحه كده صدق ما قال. وبسم الله ما شاء الله عيني عليكم بارده، ما هو الاصل بيونس برضه. لكن انا قلت بقى للدكتور مجدي لا، لازم تعرف اخوات العروسه مين. ما هم دول اللي هيبقوا اخوال ولادك. ودي حقيقه يا حاجه، العرق ده اساس، زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. عليه الصلاه والسلام. وبصراحه كده وعلى بلاطه، انا ما طلعتش من الدنيا دي الا بالدكتور مجدي واخوه محسن. واخوه محسن بسم الله ما شاء الله شغال في ليبيا، هو متخرج من الزراعه. وهدى بنتي متخرجه من المعلمات العباسيه. ربنا يبارك. بارك لي والله يا اخويا بارك لي. اصل ابوهم الله يرحمه كان راجل طيب، كان شغال في استراحة المرج، مات وصابهم لي هم في إعدادي وفي ثانوي. وأنا قلت لهم إيه؟ خليكم رجالة وعوضوا أبوكم. والحمد لله ربنا بارك لي، وادي العريس قدامكم أهو زي فلقة القمر. هو راح. الله، إحنا مش هنشوف العروسة ولا إيه يا معلم؟ طبعا يا ست أم الدكتور طبعا. هو مجدي، قصدي الدكتور مجدي، مش محتاج. لكن إحنا بقى نفسنا نفرح ونتملى بجمال. هو أصل المسألة مسألة شور، لازم نشور. الشرع بيقول نشور. تشور على مين يا بيه؟ ما أدي الجمل وأدي الجمال. ده الدكتور مجدي بيقول إنه هيخليها تعمل دكتوراه زي الدكتوراه اللي هو بيعملها. كل ده كلام جميل يا حاجة، بس إحنا مش لوحدنا أصحاب الشور. وماله يا أخوي، شوروا براحتكم. العريس أهو وإحنا لسه ما شفناش العروسة. وخلي بالك إحنا كمان ورانا اللي نشوره. وده ما يمنعش ان حضرتك تشوف انفيسة. حضرتك ممكن تخش تسلم عليها هي والحاجة كمان، حضرتك والاخت. وهو في حاجة تمنع انها تيجي هنا؟ جايز قدام اخواتها تبقى مش براحتها. انتوا اتفقتوا اننا اولاد اصول،
احنا اصولنا صعبه شويه. ولا صعبه ولا حاجه، وهو بالمره نسلم على الحاجه. تعالي معايا يا هدى، حد يشوف لنا السكه. طب مش نزغرت قبل يا يما؟ لا بعدين لو حصل نصيب هنزغرت ونغني ونرقص كمان. يحيى سكه. حاضر. اتفضل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على كامل النور. قمر قمر 14 زي الدكتور مجدي بقلب بالظبط. متشكره قوي يا خالتي، الف شكر. اهلا وسهلا. انت هدى؟ ايوه يا قمر. ايه الحلاوه دي كلها يا بنت سلمي؟ يا بنت ده ما يحسد المال لاصحابه. اهلا وسهلا. يا ألف مرحبا. الست منفيسة مش كده؟ أم رحيم إزايك؟ إن شاء الله يخليك يا أختي، ما تأخذناش، ما إحنا مالناش إلا نفيسة. أهلا فاطمة أختي كبيرة. أهلا وسهلا. إنعام أم وجيه مرات أخويا المعلم رحيم. أهلا يا أختي. أهلا فاطمة. إنعام. نعم يام. هاتوا كنافة وقطايف للدكتور. لا يا أختي كتر خير، كلنا كلنا لما سبناه بره. يجعله عمر يا رب. اسمع كلام امار. لا يا اختي لا، وحياه الدكتور مجدي كلنا لما سبناه، وحياه العروسه القمر دي كلنا لما سبناه. خلاص اعملوا قهوه هنيه وهناك. حاضر حاضر. تعالي يا عروستنا يا حلوه يا قمر، انت تعالي جنبي. وقال يا اختي البهوات بره بيقولوا ايه لما يشوروا؟ قلت لهم هتشوروا مين؟ ادي الجمل وادي الجمال. وكلام في سرك يا ست ام رحيم، الدكتور مجدي يا اختي من سنتين كده بعد ما اتخرج، لا يا ربي من سنه، شافني فيسا كانت هي في سنه اولى، يا اختي رجع يحكي ويتحكي عليها، وتلاقيها هي كمان رجعت تحكي وتتحكي عليه. لا هي ما حكتش الا من جمعه. قلت لها دريتي ليه؟ قالت لي مش لما تبقى الحكايه جدي يا ماما. يا اختي يسلم لسانك وتسلم البطن اللي شالتك. قمر قمر ده نظر الدكتور مجدي ما يوقعش الارض ابدا. هي مش نقول مبروك بقى؟ الكلام عند اخواتي هم اللي يردوا عليكم. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، حلو يا حلو. اتفضلكم بعد مع السلامه. السلام عليكم. سعيدك الله وبركاته. السلام عليكم. شاكرين جدا. السلام. الف الف سلامه. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. طيب استاذ يحيى ما تنساش اي حاجه من الارشيف اطلبني، قول ابراهيم بيه فين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انا كمان بقى رايح فين؟ كلام لسه مخلوق. في ايه تاني اتجاب؟ اروح اشوف سحور الغلابه في الجامع. ناخد وندي كلمتين وبعدين ابقى اروح الجامع. يلا بس. يلا. لا اله الا الله. ناخد وندي في ايه بس يا دكتور زين؟ انا مش شايف ان الموضوع يستاهل كلام من اصله. يا سياده المستشار، حتى لو الموضوع مش مستاهل كلام من اصله، ناخد وندي مع بعض. ايوه في ايه يا دكتور؟ ومع ذلك اتفضل اتكلم. يا جماعه بالراحه مش كده، عايزين شويه ديمقراطيه في الكلام. الديمقراطيه دي قمه الاستنار. استنى انت بس يا احد، ده مش مقاله تنشر في الجورنال، ده مستقبل اختنا. هو ده بقى المفيد، ده مستقبل اختنا. يعني من باب اولى يبقى القرار قرارها. لا وقرارنا احنا كمان، دي سمعتنا ومستقبل ولادنا. مين جوز عمتهم؟ اسمع يا دكتور زين، انا بصراحه مش عايز المساله تاخد طابع رومانسي. هي دي المساله برمتها واخده طابع رومانسي يا ست المستشار. اذا ما كانتش الرومانسيه تبقى في الجواز والخطوبه، هنلاقيها فين؟ الله انت ما بتتكلمش ليه يا ابو وجيه؟ ابو وجيه هيتكلم يقول ايه؟ تقول رايك، انت كبرنا وكلنا ورا قولك. اذا كان على قول انا اقول مالنا غالي علينا قوي. يعني ايه يا ابو وجيه؟ يعني المال اللي شقيت فيه انا وابوك العمر كله ما نجيش نرميه كده بالسهل. برضه مش فاهم. ها؟ اختك لها مال وهنصرف عليها ونديها. ندي لمين؟ وبكام؟ لا وميراثها الشرعي ولا ناسين؟ ميراثها الشرعي لما هتاخده هتديه لمين؟ ما تتكلم يا دكتور زين. اتكلم اتكلم اقول ايه؟ ابو وجيه قلبها تجاره وحضرتك قلبتها شرعي ومدني ومراث. الله احنا لما نيجي نجوز اختنا هنتاجر بيها ولا هنقيمها قانونا؟ سبحان الله ولا اله الا الله. هو يعني انت عاجبك الجدع ده بمستوى ده يا دكتور؟ يا اخي يا اخي المهم انه راجل طيب ويتقي الله. لا اله الا الله، ما في مليون راجل طيب في الدنيا. ما انا جبت لها قبل كده اكتر من رجل نيابه فاضل ومحترم وبيتمنوها، قالت لا. ابو وجيه نفسه
جاب لها قبل كده بدل الواحد 10 أغنية ولاد ناس وطيبين، برضو قالت لا. هو خلاص مفيش غير الجدع ده. هو ده بقى، هو ده اللي اختك عايزاه. ما تقول حاجة يا حاج عثمان، انا لاقي الكلام كتير قوي. سمعنا صوتك، اللي جاي ده يبقى عديلك. ما تجسوش عليا، انا زمني كان زمن تاني. انت فاكر يا رحيم انا وانت اتجوزنا ازاي وماتة؟ بس اللي عايز اقوله ان بحمد ربنا ان اتجوزت اختكوا بدري. لو استنيت لي دلوقتي ما كنتوش رضيتوا بيا. ليه يا حاج عثمان؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو انت اقل من مين؟ انا اقل من الناس كلها، بس لازم ابقى راضي. المهم ابقى راضي، واللي فيها لله ما بتغرقش. اللي فيها لله ما بتغرقش. السلام عليكم. ونعم بالله، بس انا ما فهمتش حاجه. واحنا كنا بنساله رايه ايه لما يحب نفطر الناس في الجامعه؟ ما تقول حاجه يا يحيى. هقول ايه بس؟ واضح كده ان المساله دي ليها شقين، وجهين يعني العمله واحده. احنا عايزين نناسب حد كويس، وفي نفس الوقت عايزين نسعد نفيس اختنا. تيجي ازاي دي بقى مش عارف. لازم تسمعوا كلامه في النهايه. هو ابوك والحاجة الحاجة عارف راينا ازاي؟ انا عرفت رايه قبل ما ادخل. قال لو راجل طيب جوزوها له، وانا هقول له راينا. طب اسمع، قول له في بدل الواحد 1000 طيب وغني وابن ناس ويسعدها العمر كله، لكن ده لا. نزل عياط ليه؟ ما منوش عازي. اخواتك عايزين يسعدوكي. في تجربه. اقفل خشمك. بزعلتيني. تقوم ترد عليا كده؟ اخواتك عايزين يتجربيكي. عايزين هم اللي يكسبوا. ايه الكلام اللي زي وسخلوه ده عندي؟ عاوزين يناسبوا اغنياء واصحاب مناصب والحسب والنسب عشان يقولوا احنا مناسبين فلان، لكن انا بقى لا عايزه اناسب ولا تاجر. يا هبلي، اخواتك خايفين على مالك. مش عايزاه، مش عايزه مال، مش عايزه فلوس. اخرسي، عايزه اخوك يسمعك يجي يكسر خشمك. تعالي هني. خلاص قولي لهم انت، قولي لاخويا لو كانوا خايفين على المال مش عايزاه، هنجيب عفشنا بالتقسيط انا وهو. خلاص مش عايزه فلوس، مش عايزه. غوري امشي. سيبيها يا مرحايم تسمعني، تقول مش لازمها المال. انت مش عاوزه المال يا نفيسه لاجل ما تعبتيش فيها. انا لازمني لاجل ما شقيت فيه العمر كله. انا اولى بيه، اصحابه اولى بيه. ولما اقول لا واخواتك يقولوا لا، يبقى ما تزيديش واصل. ده اللي ربناكي عليه، فاهمه يا بنت؟ قولي روحي. معلش يا ولدي، عقل عيار. روح يا ولدي شوف حالك، روح. فينها نفيسة؟ عايزيها من نفيسة. قلت لك فينها نفيسة؟ في مطرح نعست. تبقي بتضحكي عليا لما تقولي لي نعست وهي حزينة، وهي لو قالت لك كده تبقى بتضحك عليك برضو. راح فين تدهز دلوقتي؟ نعست ولا ما نعست؟ عاوز اطمن على بنتي، جاية تاكلي ببعضك وما عرفتيش تراضيها. انا هعرف اراضيها. تراضيها وتغضب اخواتها رجالي؟ قلت لك 1000 مرة البت زي الراجل عندي، وهي اولى منهم. ضعيفة، مسكينة، مكسورة الجناح. بعدين دي بنتي. ايه
مران. طب قولي ادخل يا بابا زي ما بتقولي، ولا ادخل يا ابوي، ولا تفضل يا حاج. مالك يا نفيسة العلم؟ ما فيش يا بابا. لا ما حدش يمسح دمعتك الا ابوك. انا عارف ما حدش يقدر يمسح دمعتك الا ابوكي. مزعلينك ليه؟ با عايزه تقول لك ايه؟ هو اللي هنعيده نزيده ولا ما خبرش اياك؟ نفسي اسمع منيها يا انسه. مزعلينك ليه؟ واقفين في سكتك؟ بدهم يناسبوا اصحاب المال والحسب والجاه، وانت بدك اللي يوافقك. كلام ايه ده يا راجل اللي بتقوله؟ اسكت يا انسه. اسكت كيف؟ هي اللي هتسكت لو قعدت للصبح. عايزه تقول لك ايه؟ تقول اللي بدها تقوله. عاوز اسمع كلام بتوع الجامعة بالالف فرنكا بتوع الايام دي بالحرية يعني. ترى لك ايه يا راجل؟ امال انا علمتك في الجامعة ليه؟ لاجل ما اسمع منك كلام غير اللي سمعته من امك ليا 50 سنة. عاوز احس ان ربيت وعلمت. مش انا قلتلك يا نفيسة العلم اني لما شفت البنات في المدارس والجامعة طلبت من ربنا ان يديني بنت اعلمها في الجامعة. طلبتها وانا بصلي العصر جنب المكسورة في السيدة نفيسة، وسمتك نفيسة على اسم نفيسة العلم وحملت الهموم. خلاص يا حاج، هي موافقة على كلام اخواتها والسكوت علامة الرضا. بس انا مش عايزها تسكت. ما عايزهاش تسكت؟ مال عايزها تقول ايه؟ تقول لا وتختار اللي يسعدها. وحياة ام رحيم دي لما تروح الدمع اللي في عيونك نملاه فرح يبقى مش بوكي. هتشوفي ابوك هيعمل ايه. قول الرحيم يجيب اخواته بكره. عايز الولد ليه؟ بعد المغرب يجي كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتبصوا لبعض ليه؟ لا أبدا يا حاج، خير إن شاء الله. أكيد خير، أنا عمري جمعتكم إلا على الخير. استنوا قرب معايا أنت وهو. على فين يا حاج؟ الوقت تعرف يا حضرة المستشار. قرب لي جاي أنت وهو. افتح. نفتح المخزن؟ ما جمعتكم ليه؟ معاك المفتاح ولا لا؟ معايا. افتح. خصيم يوم القيامة يا ويلو بقى مين؟ نور الحية. واقفينك ده ليه؟ خايفين يا ولاد عمران المنشاوي؟ قرب يا ابو حيم. حاضر حاج. امسك اليد الثانية. تسيد ولا ايه؟ انت قعدت سنين تزق العربية. يا حاج بس. يا حاج ولا حجيل؟ امسك وانت ساكت. يا نادم. كيف ما بنادم زمان؟
البينكر العمل الشيخ الحاج عباس. لا مؤاخذه حاج، احنا كده مش ما بديش اسمع لك كلمه. تكلمتوا كتير، قلتوا لنفسكم ولابوكم ولاختكم الدور عليا دلوقتي، انا اقول وانت تسمع. انت ما كنتش توعى يا يحيى، انت لسه بتحبي. لما ربنا رضي عني انا واخوك وطاب علينا من ذاك العربيه طول النهار، العتبه المسكي الازهر والفضل عليها كوام كوام، البهوات كانوا كبار، الابن 10 والابن 9 والابن 8، مش كده يا زنبير؟ مش كده يا منشاوي بيه؟ الحقيقه يا حاج ده حاجه فات عليها زمن طويل قوي وما نفتكرهاش. انا شلت العربيه دي عشان ما انساش وعشان افكركم، لاني كنت عارف ان هيجي اليوم اللي تنسوا فيه وتعملوا فيه بهوات. ما هو من حقنا يا حاج نبقى بهوات وحسك في الدنيا. مش على حسابنا فيس، مستكترين علاقتكم راجل ابن حلال ومستقلينه على نفسكم ليه؟ ايه؟ عايزكم في عين شمس؟ ما يسكن اهله على كدهم؟ وانتوا اهلكم مين؟ ابوكم راجل بنى نفسه بدراعه بالحلال، واللي جاي لاختكم راجل دكتور واللي هيبقى دكتور في الكليه وعايز يبني نفسه بالحلال. ما تتكلم يا زين. الحقيقه يا حاج انا قلت دي حاجه تخص نفيسه وده حقها. وقول لهم خذوهم فقراء يغنيكم الله من فضله. ونعم بالله يا حاج، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ما حدش يقدر يقول حاجه. امال ايه؟ بدكم اختكم تعيش العمر كله تضيع عليكم وعلى اليوم اللي اتعلمتوا فيه. ما دمت موافق يا حاج كلنا موافقين. كانش لازم اقول واعيد، ما كانش لازم تكسروا بخاطر اختكم وتقتلوا فرحتها. انا عاوز اروح وانا مرتاح، مش هرتاح لما اطمن على نفيسه. إذا كنتم أنتم رجالة وكبار وفي مناصب وخايف عليكم وعايز ألمكم في بيت واحد عشان تسندوا ظهر بعض، يبقى ما خافش على الولية. خلاص يا حاج خلاص، شوف عاوز إيه وإحنا تحت أمرك. إحنا كلنا تحت أمرك يا حاج. بشوفه أول يوم العيد أختكم تتقدم لها الشبكة ونكتب الكتاب وتعمل لها فرح ما حصلش في الأسر كله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ورزقكما ذرية صالحة، وصلى اللهم على سيدنا محمد. جاب لاختك وخد جدها وقعدها معاك. Thank you.
بالك يا وجيه. عقبال انا لوحدي؟ لا، انت والعروس. هينفع تتجوز من غير عروسة؟ قصدي هتقدر تقعد في الكوشة من غير عروسة؟ ينفع؟ طبعا ما ينفعش. شوفي بقى، لو انتي قعدتي في الكوشة من غير عريس يبقى انا كمان هقعد من غير عروسة. يعني ما ينفعش؟ ما ينفعش. وعلى فكرة بقى، انا عمري ما هقعد في الكوشة غير وانتي جنبي. ايه مالك؟ مش مصدقة ولا ايه؟ اقولهالك تاني؟ لا، انا مصدقك واعمل حسابك ان انا مش هنساها ابدا، هتفضل في بالي على طول. عمرك ما هتكون لغيري يا هناء. وانت كمان يا وجيه، عمرك ما هتكون لغيري. هدي الخطوي يا جميل هدي، وارمي السلام وانت معدي. هدي الخطوي يا جميل هدي، وارمي السلام وانت معدي. هدي الخطوي، هدي الخطوي، هدي الخطوي، هدي الخطوي، هدي الخطوي يا جميل هدي. العريس واللي جنبي وضع قلمها جيت بيه. العريس واللي جنبي وضع قلمها جيت بيه. يا حلو اللسان ونبي، هدي الخطاوي، هدي الخطاوي، هدي الخطاوي، هدي الخطاوي، هدي الخطاوي يا جميل هدي. نسمع أحلى سلام للمنشوية. النقطة ديت من الحاج عمران. الحاج عمران المنشاوي. المنشاوي أبو العروسة. أبو العروسة. والنقطة دي، النقطة ديت اللي شرفوني من جبلي وبحري. ابني وبحري. والنقطة دي لعريسنا الدكتور مجدي. والنقطة دي للمعلم رحيم كبير معلمين الأزهر. التحية ديت عشان خاطر المعلم رحيم كبير معلمين الأزهر. وألف مسا، ألف مسا على أهل الأزهر. سمعنا السلام عليكم. أبوك بعت لك النقطة، ما تيجي نبعت له نفسينكم خيال. يبعت لنا اتنين مخبرين على طول. النقطة دي للمنشوية. حضرة المستشار المنشاوي عمران المنشاوي. حضرة الدكتور زين العابدين عمران المنشاوي. وحضرة الضابط شاهين عمران المنشاوي. والصحفي
رئيس التحرير يحيى عمران المنشاوي. أبوك عامل المزاد على العيلة. كيف دماغك لف؟ ما لازم تلف. أرجول ومزمار. أبوك جاي فرقة من المنشاة، فرقة تنفخ في الشوم. طب اعمل لك قفلة. ألف مبروك للعريس وألف مبروك للعروسة، ونسمع السلام الحلو عشان خاطر فرحنا وكل الناس اللي قاعدة فرحنا. أقول لك ألف مبروك، ألف مبروك وختمها. طب ما قالش مبروكة ليه؟ مبروكة دي مين؟ لهو إيه اللي مبروك الأول علشان تعرف مبروكة دي مين؟ الجواز هو اللي مبروك. أما يبقى جواز يبقى مبروك، أما تبقى جوازة تبقى مبروكة. وبعدين المبروكة ده اسم حنين قوي، مش كده برضو؟ هات 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 يا عم سيد، ده باين دماغك لفة بصحيح. وأنا بديك الساعة لما تلف. بس بأمانة الله، أبوك جايب فعلا الفرقة دي من منشاة رحيم. جرايه احنا لا قاعدين معاهم ولا سامعين. مالك دلوقتي؟ هنسمع هنسمع وربنا هيفرجها قوي. يفرجها كيف؟ هتفرج. بس انا هنقط نقطة هتبسطك قوي. واه اوعى تكون هتغني. انا برضو اللي هغني. والليلة مع المفاجأة الحلوة الحلوة قوي. قلت ليالي القمر. الف الف مبروك وكل سنة وانتم طيبين عليكم جميعا. ايه بلمت ليه؟ مش بقولك النقطة دي بتاعتي؟ النقطة دي من المعلم سيد الملا. يا ألف ليلة بيضة. ألف مبروك لعيلة المنشوية، فرد فرد وواحد واحد، وربنا يتمم بخير يا رب. ربنا يبارك فيك يا بنتي. من اللي جاب هدية؟ ده نجوط يا حاج. مين منجط ام غنوتيه؟ سيد المولى. سيد المولى. اه عشان كده. سلام كبير قوي لكبير المنشوية. اطلع 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 نجطها، اطلع نجطها وحي المنشاة وما تنساش اهل الازهر. يلا يلا. النقطة دي دي للناس الحلوة اللي قاعدين هنا هنا كلهم باسمه باسمه. والنقطة دي دي للحاج عمران المنشاوي المنشاوي كبير الأزهر كله كله. النقطة دي لأهلي وحبايبي أهل المنشاة المنشاة. والنقطة دي لحبيبي وصاحبي سيد المولى المولى. المعلم سيد المولى جاي يقول للناس دي كلها كل سنة وانتم حلوين، وألف مبروك يا رحيم المنشاوي المنشاة. والنقطة دي للست اللي شرفتنا ونورتنا وهنسمع منها دلوقتي أحلى كلام. أنا وأنت والليل صحاب يا أبو القلب خالي، شباب ودهرك سخالك زي ما سخالي، تحن غني ورن لك بخل خالي، وداك وريداك وربك أكرمك وداك، ودي يدي واطلبها من عمي ومن خالي. Yeah.
خمسة وخماسة خمسة وخماسة. ابقي بخري يا نعام. والنعمة الشريفة لبخر. قلبي حاسس انه هينحسد الليلة. في ايه يا ماما؟ امك فرحانة بابوكي، ما كانتش تعرف انه بيرقص على الوحدة ونص. حلوة قديش. ادعي بقى الحسنات، هي اللي فكرت المواهب عند المعلم. وحق من اجرها واسنى عشقك يا بلدي. تبعد عني، انا لازم اشوفك يا ليديا. فين؟ اي حته تعجبك.